يواصل الاحتلال التركي انتهاكاته وسرقته لخيرات السوريين، إذ اتهم مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة شمال شرقي سوريا تركيا بتعمدها تقليل كمية المياه الواردة من نهر الفرات إلى مناطق الإدارة الذاتية. ما بين استغلال ورقة المياه الإقليمية وورقة اللاجئين وأزمة كورونا، يحاول النظام التركي انتهاز الفرصة على قدم وساق لاحتلال المزيد من الأراضي السورية ومحاربة سكانها بقطع أساسيات الحياة عنهم. مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كشف أن الاحتلال التركي تعمد إنقاص كمية المياه الواردة من نهر الفرات إلى مناطق الإدارة الذاتية وحجز مليارات مكعبة من المياه في السدود الموجودة على الجانب التركي من الحدود. ووفقاً لمكتب الطاقة فإن التقليل أدى إلى تغيير اضطراري في برنامج تشغيل عنفات السدود في الجزيرة والتي تعتمد في عملها على الوارد المائي، ما أسفر عن عدم استقرار ساعات توزيع الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين في المنطقة، حيث توجد عشرات السدود على نهر الفرات من الجانب التركي وتبلغ سعة آخر سد على النهر قبل دخوله الأراضي السورية أكثر من 48 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن سد تشرين لا تتجاوز سعته 1.9 مليار متر مكعب. ودرجت تركيا على الاستثمار بورقة المياه للضغط على الشعب السوري، حيث سبق وأن استخدمتها في وقت سابق بالتزامن مع خلافات بين أنقرة ودمشق، كما أن الاحتلال التركي استهدف محطات المياه إبان الهجوم على عفرين وتل أبيض ورأس العين، حيث استهدف محطة علوك التي تبعد 10 كيلومتر شرق مدينة رأس العين وتغذي مدينة الحسكة وتل تمر والشدادة وجميع مناطق جنوب الحسكة بمياه الشرب، وقام بقطع مياه المحطة عدة مرات. وتغذي مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ثلاثة سدود، هي سد تشرين على نهر الفرات في ريف مدينة منبج شمال شرقي حلب ويبعد عن الحدود التركية 80 كيلومتر، وهو ثاني أكبر سد في سوريا من حيث حجم المياه التي يخزنها وكمية الطاقة الكهربائية التي يولدها، وسد الفرات في مدينة الطبقة وهو أكبر السدود الموجودة في سوريا، إضافة لسد الحرية البعث سابقا غربي مدينة الرقة. مرحبا بكم من جديد، معنا الآن من الشمال السوري هين سويد الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية. سيدة سويد مرحبا بك على شاشة اليوم، بحسب الأرقام المتوفرة لديكم ما هي نسبة انخفاض تدفق مياه نهر الفرات نحو شمال سوريا؟ مرحبا بكم. أهلا بك. الاحتلال التركي منذ بداية الاحتلال حاول ضرب أساسيات الحياة والبنى التحتية، فكما نوهنا سابقا تم ضرب العديد من الشبكات الكهربائية والمحطات ومنها محطة تل تمر التي خرجت عن الخدمة عن أكثر من 6 مرات، محطة عرب وقطع المياه. حاليا تقوم الدولة التركية بقطع أو بتقليل الوارد المائي في نهر الفرات. نستطيع ذكر أمثلة، في بداية الشهر كان الوارد المائي يتجاوز 1054 متر مكعب بالثانية، البارحة بتاريخ 27 شهر لم يتجاوز 313 متر مكعب بالثانية، وهي كمية قليلة جدا لا تكفي لتشغيل عنفة واحدة. هذا الاختلاف من الوارد أدى إلى اختلاف كبير في التغذية الكهربائية لكامل شمال وشرق سوريا وبالأخص في إقليم الجزيرة، لأن أغلب المدن تعتمد على التغذية الكهربائية من السدود. نستطيع ذكر الأمثلة عن المنسوب الذي قل، فحاليا منسوب الفرات خفض أكثر من 303 متر أقل، وجميعنا نعلم عندما يصل المنسوب إلى 302 متر يتم إيقاف السد نهائيا. حاليا في الفترة في الوضع الحرج سد الفرات الكميات قليلة جدا، لهذا السبب أدى إلى تقليل عدد الساعات. طيب. في جميع شمال شرق سوريا الاحتلال التركي يمرر في هذه الأثناء فقط 318 متر مكعب بالثانية؟ بتاريخ البارحة 27 شهر كانت الكمية 313 متر مكعب بالثانية. حصة سوريا بالأساس كم أستاذة سويد؟
الاتفاق السوري التركي الأردني كان 500 متر مكعب بالثانية، وكان الاتفاق في عام 1987 وكان لمدة 5 سنين فقط، وبعدها يتم تقسيم الكميات بالتساوي، ولكن هذا الاتفاق بقي ساريا لتاريخه. إلا أن جميعنا نعلم في عند تحرير السدود حاولت تركيا مراراً التحكم بالكمية التي يتم تدفقها إلى الشمال السوري، وفي الفترة الأخيرة أيضاً تلجأ إلى نفس الأسلوب لتقليل التغذية الكهربائية. إلى أي مدى هذا الانخفاض أثر في إنتاج الكهرباء؟ إن التأثير كبير جداً، كما ذكرت الوارد المائي لا يكفي إلا لتشغيل عنفة واحدة، فيتم بالتالي الاستعانة بالمخزون المائي في السدود، وجميعنا نعلم السعة التخزينية لسد تشرين 1.9 مليار مكعب، لسد الفرات 14 مليار مكعب، وهي كميات قليلة بالنسبة إلى السدود الموجودة في الجانب التركي وهي بالعشرات. طيب، هذا الموضوع أثر على إنتاج الكهرباء فقط في شمال وشرق سوريا أم في كامل سوريا؟ لا، فقط في الشمال وشرق سوريا، لأنها تعتمد على التغذية الكهربائية من السدود المحررة. طيب، ما هو معلوم القدرة الإنتاجية لسد تشرين 660 ميجا وات وسد الفرات 880 ميجا وات؟ هذه الكميات هل كافية لتنوير أكثر من ثلثي سوريا؟ هذه الكميات هي في الحالة العظمى عند التشغيل، عند توفر الكميات الوفيرة من المياه، فكما ذكرت يعني تشغيل الكمية الواردة حاليا لا تكفي لتشغيل عنفة واحدة، وبالتالي لا نستطيع الاستفادة من هذه الكميات، فيتم الاستعانة بالكميات الصغرى فقط. فيما لو حصلت سوريا على المنسوب المتفق عليه لكميات المخصصة من مياه نهر الفرات، هل سيكون الأمر كفيل بتنوير أكثر من ثلثي سوريا؟ الأمر هذا عائد إلى حسب استمرارية التدفق المائي، فكما ذكرت السدود خاصة سد تشرين السعة التخزينية له صغيرة جدا، فبالتالي يعتمد على الوارد المستمر من المياه وليس الموجود في خلف السد، وهذا الأمر صعب جداً بحصوله بخصوص مع الاحتلال التركي الجار الوحيد لنا. طيب، هل لديكم تفاصيل حول أثر انخفاض منسوب المياه على الري والأراضي الزراعية؟ الري صراحة ليس لدينا معلومات لأنها تابعة لمديريات أخرى ومكاتب أخرى. نعم، طيب، اليوم هذه السياسة التركية أدت لكوارث كبيرة من انقطاع المياه والكهرباء عن محافظات عدة، بالإضافة للكارثة البيئية والذي ألحقته والضرر الذي لحق بالقطاع الزراعي أستاذة سويد، ولكن مع ذلك نحن أمام صمت سواء من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي، كيف تفسرون ذلك؟ بصراحة تم إصدار مجموعة من البيانات للمنظمات الدولية، ولكن لتاريخي لا يوجد أي أذن صاغية، صمت كامل عن ما يجري، وخاصة نعم، تعمد الاحتلال التركي إلى التحكم بالمياه، لتاريخي لا توجد أي أذن صاغية. طيب، ختاما، كيف تتعاملون اليوم مع هذه المخاطر في شمال وشرق سوريا؟ الشمال وشرق سوريا نعتمد على ما يوجد لدينا في السدود، وبالتالي تم الاستعانة بساعات تقنين أكبر، منذ تاريخ 15 يوما لتاريخي تم تقنين بساعات أكبر، البارحة نذكر مثالا كان عدد ساعات التشغيل 10 ساعات فقط، والساعات الأخرى تم الاستعانة في الوضع الخدمي، وبالتالي التقنين الزائد للمواطنين. نعم، شكرا جزيلا لك من الشمال السوري أهين سويد الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية، كنت معنا من الشمال السوري. بعد الفاصل، مسار فيروس كورونا وآخر المستجدات.